اهلا بيكم وحلقه جديده من نهارك سعيد معاكم لمده ساعتين انا ومي وفادي، ويا رب يبقى صباح خير على كل الناس وعلى كل الشعب المصري. صباح الخير يا فادي. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا عايده. صباح الخير يا فادي. صباح الخير على كل اللي بيتابعونا. واسبوع كان مليان بالاحداث المتلاحقه والسريعه والخطيره اللي هتاثر على مستقبل مصر بالكامل في الفتره القادمه. معانا فقرات ايه النهارده؟ هنبتدي بيه. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا عايده. صباح الخير مشاهدينا. حلقه الحد 27/11/2011، بدايه اسبوع قويه. اعتصام ميدان التحرير النهارده يعتبر اليوم الثامن، عدى اسبوع بحاله. لسه مش عارفين الدنيا هترسى على ايه. فاضل اقل من 20 ساعة على بداية تصويت المصريين في الدائرة الأولى أو في المرحلة الأولى، التسع محافظات. نتمنى تكون بداية أسبوع مختلف والأوضاع السياسية تستقر. يمكن هيكون من أهم فقراتنا النهاردة، هيكون معنا فقرة مع دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية. هنتكلم عن تحليل الوضع السياسي بين القوى السياسية المختلفة اللي داخلة الانتخابات والوضع الراهن، ونشوف الدنيا رايحه على فين، ونعرف اهم التحليلات بالنسبه للوضع الحالي. هيكون كمان عندنا فقره عن الاعلام ودور الاعلام، وكلنا بنتكلم على قد ايه الاعلام مشارك فيما يحدث في حياتنا بشكل كبير، اذا كان مع او ضد، اذا كان بيحشد او بيبعد الناس عن الاحداث، او اذا كان بيغيب الاحداث، وما بين كمان اتهامات كثيره وعده للتلفزيون الرسمي في مواقف مختلفه وفي احداث مختلفه. النهارده هنتكلم عن دور الاعلام تحديدا في الانتخابات، وايه اللي ليه وايه اللي عليه فترة الانتخابات. وده وبيشرفنا يكون معانا دكتور هويدا مصطفى، وهي عضو الكاتبة الصحفية، وهنتكلم عن لجنة تقييم الأداء الإعلامي خلال فترة الانتخابات. بعتقد فقرة هتهم ناس كتير. في كمان معانا فقرة خاصة عن شارع محمد محمود. شارع محمد محمود اعتقد ان احنا سمعنا اسمه الاسبوع ده عشرات المرات على كل وسائل الاعلام نتيجة الاحداث المؤسفة اللي حصلت فيه ما بين الثوار ومتظاهرين ميدان التحرير ووزارة الداخلية. هيكون معانا المؤرخ أستاذ أحمد كمالي، وهيكلمنا النهاردة عن تاريخ شارع محمد محمود. مين هو أصلا محمد محمود، وكان وضعه إيه في الحياة السياسية في مصر؟ في مطالبات، معلش أنا آسفة يا فادي، في مطالبات بتغيير اسمه شارع محمد محمود، والشباب فعليا علقوا يافطة وسموه عيون الحرية وسموه وقيل إن هو برضه سمي شارع الشهداء. بس للي ما يعرفش من هو محمد محمود، يمكن ده كان من أهم وزراء داخلية مصر، وكان بيعتمد تعامل مختلف، وهو أول مصري خريج جامعة أكسفورد. خلونا نبتدي فقراتنا بعد الفاصل اللي جاي.